كتير البنات لاباس، كتير مصحة. مبروك مبروك نهاركم، كديرين؟ نتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال، و من هذا المنبر هذا بجيت باش نتقاسم معكم هذا البيتزا. بيتزا في الدار، الناس اللي تيبغوا البيتزا في الدار سهله بالزربه، ما تتشدش الوقت بزاف. باش نحتاجوا هذا غير هذا التخميره مع السكر، خميره دامه فيها 25 غرام، عندنا الزعتر، عندنا الملحه، عندنا الزيت والماء. هادو هما المقادير. من بعد واش غنبداو نلوحو هذا ديالنا. كيلو الطحين، هكا كيلو الطحين، درت كيلو الطحين، شوفو نتوما على حساب نتوما شحال بغيتو. كيلو الطحين، غندير الملحة هنا في جنب، غندير شويه السعتر، اللي كيبغي اللي مبغاش ميديروش. غنديرو الماء ديالنا وباش نبداو ندير القدر ديال الماء. نتوما عندكم ميزانكم باش غنبداو نحرك في الأول بواحد الملعقة، تزا نحرك الحرك هكا باش يكون ساجم. الناس اللي زاد عجبهم البيتزا باش يسربيو دغيا دغيا راه سربيرها. وهدا تنحتاجو باش ندير فيه هاد، باش ندير فيه البيتزا ديالي، ولا في ميكا، ولا في البلاستيك الغذائي هكا، باش غنخدمها بيديا باش نعرف شحال ديال الميكا وصلتي ليا. خاصها تكون شويه جاريه بحال ديال المسمن، ولا خف من شويه من المسمن بحال المخمر. تنعجن حنا المخمر داك الخفيف اللي كيكون مخمر، خاصها ما تكونش قاصحه ما تكونش جاريه. شوفوا باش تشوفوا معايا العجينه، نشوفوا معايا العجينه دابا ومن بعد نشوفو باش غنعمروها. عجينة البيتزا البنات اللي بغاتها ديرها في الدار ديروها، ولا تخليوها في التلاجة، ولا ديروها نص طيبة وديروها في الفريكو اللي بغيتو. لا دليك لا ولا دوز، ديروها في الميكا ولا ديروها في هادي، مره مره ديوها وجيبوها في سميتو ديالها بحال هكا اللي طلع فيها العجينه، رجعوا فيها العجينه. تتبغي على الاقل ساعه ونص البنات، ساعه ونص على الاقل ديال الخميره، وعاد تردوا فيها الخميره عاوتاني وديروها في البطاط. المهم نزيد الماء حيت خاصها تجي جاريه، خاصها تجي خفيفه، عجينه خفيفه. معايا تنجمعها وباش ندير ليها الزيت. البنات هما البنات ولا الولاد ولا العيالات كاع اللي تيتابعوني على القناه ديالي عانتوها باش ندير دابا الزيت. زيت العود البنات ولا زيت ليسيور، زيت اللي عندكم، ما كاينش كاع ديروا الزبده، الزبده مذوبه، لكن على الاقل خاصكم جوج معالق مزيانين باش كتجي رطبه. زيت العود على الاقل جوج معالق. انت ردا معايا على الاقل نص لتروت الماء مع الكاس اللي خويته من هنايا، نص لتروت الماء. كيلو الطحين نجمعو فيها هاد الزيت هادي اللي نجيبو، من بعد نديروها في هادي باش تتسهل و
ولا في ميكا ولا نغطيو ببلاستيك غذائي، يعني تنديرها هنا باش كتبقى مغطيه وهي تطلع ليا سميتها شي حاجه مسدوده شي بلاستيك سميتها ديال البلاستيك كتسد ولا هذا ونخليها ندوب فيها هاد الزيت تمشي وتجي شطحنها مزيان الزيت باش كتجي رطبه البيتزا. جربوا البنات راه تجي واعره، جربوها ساهله ما فيها ساهله تعمرها باش ما بغيتو. دابا الحال سخون راه دغيا في البرد اللي كندير لها الطريقه، اما دابا الحال سخون ثم راه دخلت لها الزيت باش نديرها هنا نسد عليها ونشوفو من بعد منين تخمر باش نعمروها. هانتوما البنات راه خمرات هانتوما باش نرجع فيها الخميره من بعد باش نديرها في اللطاطا اللي راه سميتو نديرها في اللطاطا. بقاو معايا تنرجع فيها الخميره ونديرها على حساب اللطاطا ديالي اللي هما دابا باش غندير البيتزا باش ما نطول في شي فيديو. هانتوما البنات راه درتهم كرات هانتوما باش غنديرو في اللطاطا ونطلقهم بالدلاع نطلقهم كاملين ندير الصغيرين ولا الكبار ونخليهم يخمروا عاوتاني عاد باش ندير ليهم. هانتوما البنات دابا راه البيتزا ديالي خمرات درتها في سميتو في اللاطات الصغار وباش غنعمرها وغندير لاصوص. عندي لاصوص بمطيشه ديال جا طيبت لاصوص بمطيشه اما مطيشه مقطعه طريفات ولا بحكوكه غليظه وعندي هذا بطاطا قطعتها طريفات ودرتها درت لها الملحه باش كطيب هذيك الملحه والقرعه عندي موتزاريلا هي الموتزاريلا فرما هذيك الموتزاريلا كيما كانت عندكم بصله طون وهادو هما اللي خرجوا ليا في كيلو ثلاثه ديال البيتزات وثلاثه صغورين ثلاثه صغورين هكا. دابا باش غنعمر هذا الشيء ومن بعد نوريكم ملي تكون جسالت. هانتوما البنات راه عمرتهم كاملين دابا بقى نشي في الفران وندير الموتزاريلا صافي وندو للطبله ناكلو. هادشي اللي كاين فهمتوا المهم الفران انا درتو في 200 نتوما شوفوا واش بغيتو الفوق والتحت 200 وفوق والتحت سمعتوني الفوق والتحت باش يكون سخون الفران. ها خرجوا الكبار خرجوا الكبار قوية الصغار نتوما البنات قلت لكم ديروها حتى في الكونجيلاتور تبقى حتى الغد ليا تتبقى واخا بارده تتبقى هي هذيك. المهم انا راه درت هنا ديال القرعه هي ديال القرعه هذه ديال داك تاع المايس زدت المايس البنات زدت المايس ها مارغريتا باقي ليا ثلاثه الصغار. المهم راه كنخرجوا زوينين راه مفشفشين ما نقولش لكم جربوها وما تنساوش ما تنساوش دير شي كومنت زوين وشي لايك وواحد سميتو ديروا معنا في القناه باش بقاو يجيكم الجديد تشاركوا معنا في القناه بقى يجيكم الجديد تشوفوا الوصفات ديالنا طاليانيين والوصفات اللي هما مغربيه الطاليانيين باش نلحقوا ليهم الحاجات ديالنا اللي تنديروا حنا والحاجات اللي كنديروا عندكم اللي كنديروا عندهم هما هنايا. وما تنساوش ديروا لايك ما تنساوش